السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف في برنامجتك لاب ام سايت موضوع الفيوز. انا عندي كذا لقطة اهيت، اي لقطة فيهم ادوس عليها مرتين ابدأ اشوف هنا في مساحة العمل، بحيث ممكن في قلب الاجتماع مثلا عايز عندي كذا لقطة كذا مشكلة ابدأ اشوف واعمل زوم على الجزء دوت، تمام؟ وممكن في اي وقت اجي هنا ادوس رايت كليك واقول له انا عايز اعمل رينيم للصورة ديت، تمام؟ عايز اقول له انا هعمل ابديت لو انا عملت مثلا زوم او غيرت الرؤية، اقدر اجي هنا ادوس رايت كليك واقول له ابديت، او اقدر احذفها، او اقدر اعلم على بعض اللقطات زي كده مثلا وادوس رايت كليك واقول له جروب، بحيث يبقوا كلهم موجودين مع بعض. اي جروب اقدر اعمل عليه سيلكت، ده كده يبدأ يقول لي بلاي ست اس ثلاث شو، يبدأ يجيبهم لقطة لقطة بالشكل دوت، بيعمل زوم واتنين من لقطة لقطة، تمام. اقدر من هنا من علامة الزايد اعمل فيو على اللقطة اللي انا واقف فيها. لو انا واقف في اللقطة دي وقلت له عايز سلايد جديد، هيبدأ ياخد اللقطة ديت ويحتفظ بيها معايا هنا في قلب الفيوز ديت.